شيف بوراك تعرض لعملية نصب قذرة. هذه العملية كانت من أعز إنسان إليه وهو والده. ما الذي حدث يا بوراك؟ أين هي ابتسامتك الشهيرة؟ بوراك يقول إنه تعرض للاحتيال من قبل والده. هذا الخبر بقدر حساسيته انتشر في السوشيال ميديا بشكل كبير، انتشرت صور، مقالات، فيديوهات، ولكن ما أنا متأكد منه أن الكثيرين منكم لا يعلمون القصة الكاملة للشيف بوراك، وبالخصوص القصة والعلاقة بينه وبين والده، وكيف تطور الأمر بالإنسان الذي من المفترض أن يكون خير سند لابنه وأكبر داعم له أن يتحول إلى الإنسان الذي سيحطمه وينهي مسيرته. فما الذي حدث بالتحديد؟ قبل أن أعطيكم القصة بتفاصيلها الدقيقة، دعونا أولا نعرف باختصار من هو بوراك وكيف بدأ عالم الطبخ وكيف أصبح أشهر طاهي في العالم. ولد بوراك أوزدمير في 24 مارس 1994 في مقاطعة هاتاي تركيا، وهي بالمناسبة من بين المناطق التي تضررت بالزلزال المدمر الذي عانت منه مناطق شاسعة من تركيا وسوريا العام الماضي. بوراك كما صرح هو في العديد من المناسبات أن أصوله مختلطة بين العرق السوري والفلسطيني والتركي. بدأت رحلته مع عالم الطبخ وهو صغير، وبالضبط في سن 13 بدأ في مطعم مملوك لجده متخصص في الشاورما والكباب. ظل يعمل في مطعم العائلة حتى سنة 2009، حيث انتقل للعيش في مدينة أكسراي، وهناك فتح أول مطعم له. مع مرور الأيام والشهور والسنين نجح مشروع بوراك الذي كان في البداية مجرد مطعم متواضع لكنه محبوب عند الكثير من الزبناء. ظل بوراك على هذا الحال حتى سنة 2020، حيث قرر أن ينضم إلى معشر التيك توكيين والتيكتوكيات، وأن يدخل عالم السوشيال ميديا، وأن يقوم بتنزيل فيديوهات ممتعة وغريبة على منصة التيك توك. وكانت هذه الحركة التي ستغير حياته ومستقبله إلى الأبد. تميزت هذه المقاطع بشخصية لم يسبق إليها أي طباخ أو منشئ محتوى في العالم، وهي طهي أكلات عملاقة وغريبة بابتسامته المريحة. واشتهر أيضا بالفيديوهات التي يظهر فيها وهو يقوم بمساعدة الفقراء والمساكين والتبرع لهم بالأموال والألبسة والطعام، خاصة اللاجئين السوريين في أيام الثلوج والبرد القارس، وإدخال الفرحة على الأطفال الهاربين من ويلات الحرب في سوريا. هذه المقاطع التي يقوم بوراك بتنزيلها سواء على التيك توك، إنستغرام وفيسبوك، مزجت بين متعة العين والكوميديا والراحة النفسية. هذه الخلطة العجيبة جعلت من مقاطعه تنتشر مثل الفيروس في كافة وسائل التواصل الاجتماعي، وحولتهم في مدة قياسية لأكثر صاحب مطعم شهرة في العالم، الشيء الذي انعكس على مطعمه وعلامته التجارية التي حملت كنيته أي بوراك. تمكن شيف بوراك من الهيمنة على الترند التيك توك وإنستغرام وفيسبوك والوصول لملايين الناس حول العالم، حتى صار مشاهير السياسة والرياضة والفن يأتون لمطعمه في إسطنبول لتجربة أكلاته وأخذ صورة معه شخصيا. ليس في إسطنبول فقط، بل تمكن من فتح فروع لعلامته التجارية في دول عديدة منها الإمارات، أمريكا، أذربيجان وتركيا بالطبع. لنأتي الآن لزبدة الموضوع وللشرارة التي فجرت كل شيء. حدثت مأساة كبيرة في تركيا وسوريا، وهي الزلزال المدمر الذي خلف آلاف الضحايا. هذا الزلزال سوى مدن بكاملها في الأرض سواء في تركيا أو في سوريا. من بين المناطق المدمرة هي المنطقة التي ينحدر منها الشيف بوراك، وهي هاتاي تركيا. مباشرة بعد هذا الزلزال خرج الشيف بوراك في فيديو مؤثر وهو يبكي وينادي بتقديم المساعدات وإنقاذ الضحايا الذين هدمت منازلهم على رؤوس أصحابها، والآلاف منهم ما زالوا تحت الأنقاض ينتظرون من ينقذهم. İmkanı olan kimse esirgemezse yardımını gerçekten hala gıcık altında insanlar var ve gerçekten durumları çok kötü. Bir sürü bir mesaj geliyor, bir şey yapamıyoruz. Sadece paylaşım yapamıyoruz. Lütfen herkes eline gel yapsın. بعد هذا المقطع قام بوراك بحملة مساعدة كبيرة للمتضررين من ماله الخاص، حيث اشترى كمية هائلة من لعب الأطفال والأغطية والمأكولات وبناء خيام للذين هدمت منازلهم، وأيضا بدأ في طبخ وإعداد أكلات عملاقة لآلاف المتضررين من مختلف المناطق والمدن. كل هذا كان من ماله الخاص. حسب الكثير من وسائل الإعلام، والد بوراك إسماعيل أوزدمير ادعى بأنه كان معارض تماما لهذه الخطوة لما فيها من استنزاف لأموال الشركة، والذي هو بالمناسبة عضو فيها، علما أن العديد من أفراد أسرة الشيف بوراك من بينهم أبوه وإخوته يعملون في مناصب حساسة في الشركة. طبعا بوراك لم يهتم واستمر في التبرع من أموال شركته للمتضررين، مما زاد من الخلاف وحدة مشاكله بينه وبين والده. هذه المشاكل كانت طي الكتمان حتى خرج الشيف بوراك في الأيام الأخيرة في الفيديو الذي شاهده العالم وهو يبكي ومذعور ويصرخ بأن أبوه قام بالاحتيال عليه وقام ببيع علامته التجارية وجميع مطاعمه لمستثمر أجنبي بدون علمه مقابل 41 مليون دولار، وأنه حاليا فقد جميع مطاعمه
وصار عاطلا عن العمل نهائيا ومعرض للإفلاس. وذكر أيضا أنه سيرفع دعوى قضائية ضد والده بتهمة الاحتيال ليحاول أن يسترجع ما أمكنه من أمواله. اسمي ما رسمي ما izinsiz kullanıp emek hırsızlığı yapan insanlara lütfen prim vermeyin. İstanbul'da Vadi İstanbul'dan başka bir yerde herhangi bir şubem yoktur. Onu söylemek istiyorum. Yakında açıklama videosunda her şeyi anlatırım. Merak ettiklerinizi bilmeniz gerekiyor. طبعا هذا الفيديو ومنذ الوهلة الأولى التي نزل فيها انتشر مثل الفيروس في وسائل الإعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي، وكان بمثابة صدمة للمتابعين بالخصوص متابعي براك، وصار بين ليلة وضحاها حديث الإعلام والفضائيات. أصبح والد براك في عيون الناس مثل الشيطان، الأمر الذي اضطره للخروج في تصريح إعلامي. فأعطى تصريح لمنصة أودا تي في ونفى فيها كل التهم التي أطلقها عليه براك، واتهم زوجته السابقة أي أم براك بشحن ابنه عليه بالأكاذيب والافتراءات. لم يتوقف الأب عند هذا الحد، فرد الاتهام باتهام آخر وقال بأن ابنه براك هو من قام بالاحتيال على متابعيه بالأعمال الإنسانية التي قام بها لفائدة ضحايا الزلزال، وأنها كانت مجرد تمثيليات لأغراض دعائية فقط. dolandırdı beni babam diyor. Hiç alakası yok. Yaptığı yardımlar hep prim katsın diye yaptı. Yani içinden gelerek hiçbir zaman yardım genlerini almış. Babaya karşı düşman ediyor. Burak zaten 2 sene öncesine kadar bakarsanız Burak diye bir şey yoktu. بعد هذا الجدل بأيام قليلة نشر الشيف بوراك مقطع جديد وقال فيه أنه سيبدأ من الصفر مجددا، وأنه قام ببيع سياراته الفارهة وجمع ما عنده من أموال من أجل بناء مطعمه الجديد والذي سيفتتح قريبا في مدينة اسطنبول، ودعا متابعيه إلى مقاطعة جميع المطاعم التي كانت سابقا في ملكيته وباعها أبوه، وأن يأتوا لمساعدته في مطعمه الجديد والوحيد الذي سيحمل اسمه. بصراحة أريد أن أعرف رأيكم أنتم، إذا كان الكلام الذي قاله والد براك صحيح، ولو كانت عندكم شركة ورأيتم أن ابنكم يأخذ من أموال الشركة ليعطيها للآخرين للمتضررين في أي كارثة طبيعية كانت، سواء زلزال أو حريق أو أي شيء، هل كنتم ستغامرون وستعطون لأولئك المتضررين الأموال من شركتكم؟ طبعا هذا يعني تهديد شركتكم بالإفلاس. ترى هل ستفعلون نفس الشيء أم أن القصة فيها دراما وعواطف كثيرة؟ أخبروني رأيكم بصراحة بدون أي عواطف.